اجتمعت اللجنة المكلفة بتنظيم الدورة العاشرة لمهرجان فاس لفن الملحون، والهدف من هذا الاجتماع هو تهيئ الظروف العامة لهذه الدورة التي ستكون إن شاء الله بين 26 و 28 من شهر أبريل المقبل. العروض المقدمة كانت كلها تخص الجوانب المختلفة لها التنظيم، يعني الجانب الفني، الجانب العلمي، الجانب اللوجستيكي إلى غير ذلك. بالنسبة للجانب الفني، الدورة إن شاء الله غادي تحضر فيها 6 ديال الفرق تمثل مختلف ربوع الوطن: فرقة مراكش، فرقة من مكناس، فرقة من تافيلات، فرقة من فاس، وفرقة من الأطلسية، يعني تمثل الواجهة الأطلسية لبلدنا، وفرقة نسوية. وهذه الفرق ستمثل الجهات المختلفة للوطن، وتمثل كذلك عمق فن الملحون وعمق القصائد المختلفة التي ستقدم لنختتم إن شاء الله في هذه الدورة أنطولوجية مكونة من 200 قصيدة لفن الملحون بمختلف قياساته وعروضه وأشكاله النظمية وأشكاله الغنائية. الهدف طبيعة الحال هو أننا نكون واحد القصيد ثقافي وفني للأجيال اللاحقة، ويكون ذلك في إطار المحافظة على تراثنا وثقافتنا الأصيلة.